السلام عليكم. دي احد غرف المضخات اللي قمنا بتركيبها في احد المشاريع. تمام، اول حاجه الغرفه بتتكون من مضخات حريق، مضخات ري، مضخات تغذيه ميه. تمام، اول حاجه عندنا المضخات الحريق عباره عن واحده ديزل واثنين كهرباء زائد اثنين جوكي بامب زي ما انتم شايفين كده. دول دي مواصفات المشروع، بتقول ان هم اثنين جوكي. دي المضخة الثالثة الفاير بامب. تمام، المضخات هي توصيلات كلها بتاعت المضخات، الهيدر بالمكونات بتاعتها طبعا، زائد لوحات الكهرباء بتاعت كل مضخة زي ما انتم شايفين، ودرين الخزانات. عندنا هنا طبعا التست اند درين لاين اللي راجع للخزان اهو، ده واخد من الهيدر وراجع على الخزان تاني. طبعا ده الفيول تانك بتاع مضخة الديزل اهو، واصل جاي له طبعا، المفترض جاي له خط من تحت الارض اهو، جاي له خطوط راجع من اندر جراوند تانك بره غرفة المضخات. ودي المضخة النقلة اللي هي الفيول بامب، البوزيتيف ديسبليسمنت فيول بامب. ودي اللوحة بتاعت الفيول ليفل انديكيتور اللي بتدي اشاره هناك للراجل اللي بيعبي التانك تحت الارض بالستيتس بتاعت التانك هنا. تمام، اذا جينا الناحيه الثانيه هنلاقي عندنا تانكات اللي هو اللون الاخضر ده الاريجيشن اهو، واخد من التانك الناحيه الثانيه، والدريم بتاع التانك ده طبعا السترينر. تمام، ده خط الاريجيشن. هنا عندنا ثلاث تنكات، كل تنك يعني اللي ده خارجه من التنكه هي، والخارجه الاولانيه هناك، وفي عندنا الخارجه الثالثه اللي هي دي. طبعا في الاخر الهيدر بيصب على مين ساكشن لاين لمضخات الاريجيشن. دي مضخات الاريجيشن، اربع مضخات. تمام، بالكنترول بانلز بتاعتهم اهي. طبعا عندنا الخرج بتاع المضخات ده السكشن اهو، السكشن اهو داخل على المضخات، وده الخرج بيروح لايه؟ بيروح لسكرين فلترز، سكرين فلترز عشان لو في اي شوائب، اي حاجه في الميه يحجزها عن طريق السكرين فلترز، وبعد كده بيطلع يروح لبره. عندنا هنا برضو اربع مضخات دوميستيك، ده السكشن بتاعهم واخدين من هنا الاسترينر والدرين اهو بتاع التانك. طبعا الاصفر ده اللي هو الاوفر فلو بتاعنا. تمام، دول الاربع مضخات الدوميستيك اهو، وده الديستشارج لاين بتاعهم برضو اهو، ده الديستشارج لاين طالع وخارج هنا اهو. بيروح هنا يا جماعه على حاجه اسمها اليو في الالترا فايوليت سيت او الالترا فايوليت يونت. دي برضو بتعمل زي تنقيه للميه من اي بكتيريا او اي فطريات قبل
ما تخرج وتروح. هنا عندنا الخارج اهو بتاع ده الدوميستيك، دول الاثنين الفاير اللي هو الخارجي والداخلي المباني، وعندنا ده الاريجيشن. هنا طبعا المفترض انه هتركب دوزنج بومب هنا علشان برضو ده تانك الكلور لسه، بس للاسف المضخه ما اتجمعتش. تمام اهو، دي غرفة المضخات. طبعا هنا عندنا الساند فلتر برضو، ده بيعمل على التنقية المية بنفس الطريقة قبل ما يدخل على اليو في ساند. التلاتة ساند فلتر. في حاجة هنا مهمة كمان اللي هو الجزء اللي فوق ده، ده الديلي اكشن فالف او الكنترول فالف اللي بيتحكم لي في المية اللي جاية من برة بالعوامة، بحيث اذا التانك اتملى بيبقى فيه زي عوامة بتقفل المحبس فوق. تمام، تقفل المحبس ده هو. وعندنا ده جيت فالف للصيانة لو في اي مشكلة في المحبس. انا حبيت اوريكم غرفة المضخات دي، من اكبر غرف المضخات اللي تقريبا يعني نفذتها في الشركة عندنا. تمام، زي ما انتم شايفين زائد كمان نظام الـ HVAC system اللي احنا منفذينه. هنا في عندنا ماكينتين بيغذوا الغرفة علشان برضو الحرارة اللي موجودة جوه الغرفة. طبعا اللون اللي هو السيان ده، دي البيبات اللي جايه من بره وبتغذي التنكات بتاعه البامب روم. تمام، ده منظر نهائي للغرفه من بعيد. طبعا احنا كمهندسين ومهندسين زمايلنا هنا ومراقبين الحقيقه تعبوا، يعني خدت مننا وقت في التجميع، بس الحمد لله قدرنا في النهاية ان احنا نطلع حاجة يعني مظبوطة. السلام عليكم ورحمة الله.